كل المشاكل اللي كانت واجهتني في حياتي زمان انا عايز ارجع واغيرها. عايز اقول لكل الناس الشباب اللي هو بيدرس في الجامعه ان كل المشاكل اللي انت حاسس بيها او كل احساسك ان انت مش نافع في الحاجه دي هو مش بسببك، هو بسبب الطريقه اللي انت بتتلقى بيها العلم. فعشان كده انا رجعت مصر متاخر تاني، بدات من الصفر، بدات اشتغل في سنترز كنت باخد في اليوم 50 جنيه، انا اصلا مش شغال. تخيل انا كنت كل يوم باجي مواصلات وتاكسيين نقل عام على 3 مترو عشان في الاخر اخد 50 جنيه في اليوم، بس عشان اسدد واعمل الحاجه اللي انا نفسي فيها. الحاجه اللي انا نفسي فيها هو ان انا ادرس حاجه اسمها education psychology، علم نفس خاص بالتعليم، اللي هو ازاي انت تقدر تزرع في اللي قدامك حب بيتعلم منك وفي نفس الوقت تديله العلم اللي هو مستنيه. اللي هو من الاخر يعني تخش وتطلع وانت مش متضايق وانت مبسوط انك داخل المحاضره دي. انا خلصت درجه الماجستير بتاعتي وان شاء الله ناوي ان انا اخش واكمل في الدكتوراه. بس عشان اختصر معاك، هي الفكره كلها انا عايز اعلمك ازاي تحمي فكرتك. احميها كويس من الناس. الناس اللي رفضتك او الناس اللي حاولت تشدك لتحت هو ما عملش كده مش عشان هو وحش، هو زيه زيك ما عندوش هدف. فانت رايح تسال واحد ما عندوش هدف برايك اعمل كذا، كانك يعني بتستاذنك في حلمك، طب ما هو شكله غير شكلك وطموحه غير طموحك، طب انت رايح بتاخد منه ايه؟ منتظر منه الموقف لو عودت نفسك على كده ورحت تاني والناس رفضتك هتعمل كده. بص مش هتعرف تاخد خطوه تاني قدام. وده نوع من انواع الموتيفيشن اللي هو البابليك ريكوجنيشن، ان انت لو طلعت هنا معايا وقلت لك هديك فزوره ولو حليتها هديك 50 جنيه. وجيت واديتك 50 جنيه ورحت قعدت انت هتبقى مبسوط، بس لو قلت لك تعالى اديني فزوره ثانيه اصعب وما عرضتش عليك ال 50 جنيه انت مش هتفكر. هتبقى قاعد مش لان انا عودتك ان انا هديك مقابل. واصعب انواع التحفيز هو ان انت تحفز نفسك.